Can we flip here? Chedric Van Vick. حق توقيت 10 ثواني 41 جزء من الثانية أفضل توقيت لهذه السنة في الممر رقم ثالثة الجنوب الإفريقي الآخر توندولو فين كوسي بلودلو حق هذه السنة توقيت 10 ثواني 38 جزء من الثانية المرشح القوي للفوز بالميدالية الذهبية أوتشيوتريسي إيسي إتسيكيري من نيجيريا لديه توقيت 10 ثواني 25 جزء من الثانية هذه السنة في الممر رقم خمسة مرشح قوي أيضا جوي آتشير سيسي من الكوت ديفوار توقيت 10 ثواني 27 جزء من الثانية في الممر رقم ستة ممثل غامبيا إبراهيم كامرا حق هذه السنة توقيت 10 ثواني 27 جزء من الثانية في الممر رقم سبعة رايموند إكفيو من نيجيريا 10 ثواني 26 جزء من الثانية توقيت جيد لدى البطل ثاني أفضل توقيت في هذا السباق النهائي في الممر رقم 8 البطل الغاني جوزيف بول أوموا يمثل غانا لديه توقيت 10 ثواني 36 جزء من الثانية وفي الممر رقم 9 من غانا سيان سافو أونتوي ننتظر من سيكون صاحب لقب أسرع عتا في إفريقيا سباق المائة متر السباق المنتظر تركيز كبير قبل انطلاق سباق نهائي للمائة متر صاحب الممر رقم أربعة يوتشوريسي إيسي إتسيكيري المرشح القوي ممثل نيجيريا في الممر رقم أربعة سنركز على الممر رقم أربعة الممر رقم سبعة يتواجد النيجيري الآخر رايموند إكفيو دون النغفلة عن الإيفواري جو آرتور سيسي والغامبي إبراهيم كامرا الاستعداد لانطلاق سباق المائة متر تركيز كبير وانطلاقة سباق المائة متر سباق نهائي لهذه المسافة الانطلاقة للبطل النيجيري إيسي إتسيكيري والبطل الإيفواري تنافس كبير نيجيري إيفواري للدخول في المركز الأول والمركز الأول عاد لريموند إكفيو 9 ثواني 94 جزء من الثانية توقيت ممتاز جدا ينزل تحت حاجز العشر ثواني البطل النيجيري رقم ممتاز جدا في منافسات دورة الألعاب الإفريقية Thank you.
From Nigeria, all the way to the